السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح بأيضا من سلسلة البرنامج الوورد، أيضا اليوم راح نشرح كيفية عمل للورقة إطار، وهذا الإطار يعني مهم كثير من التفاصيل، يعني خصوصا بالدراسات العليا يفيد مثلا بالآية القرآنية، أو مثلا عندك شيء تريد الجملة، أو أنت تريد ترسل فد تهنئة أو ما شابه ذلك، يعني من هذه المسميات اللي أنت تستخدم بها إطارات حتى تجمل الورق أو تستخدمها بعملك بتخصصك وباختصاصك مثلا، فبالتالي تقدر تستفاد منها بعدة طرق. لتخطيط صفحة الوورد نذهب إلى خيار اللي هو يسمونه البيج لايوت، أو ما يسمى بتخطيط الصفحة بالعربي. من نضغط عليه راح يقل هنا حدود الصفحة. من حدود الصفحة راح يعطيك هنا عدة اختيارات، أنت تقدر تختار مثلا إحاطة، أو مثلا تقدر هنا ثلاثي الأبعاد، أو تقدر هنا مخصص، أو مثلا أي شيء تقول ما أريد أخططه تقدر تقول بلا. أما أنا راح أختار إحاطة، وأقدر أحدد منها النمط أو نوع الخط اللي راح يكون على اللي يحد بي الورق، مثلا أنا راح أختار هذا. أيضا من هذا أيضا راح أختار اللي العرض مال هذا الخط، تقدر منها أنت تقدر تقول أنا أختار هذا. ايضا هنا تقدر تختار مثلا اديول، انا اريد اختار هذا مثلا او اريد اختار هذا، تقدر تضغط عليه لاحظ ماكو اي اشكال، وتقدر من هنا تعطيه موافق. اذا انت بعد هو هذا كل من وتخصصه وكل من واختصاصه، فمثلا اختاريت هذا اقدر اغير هذا من ايضا ترجع على حدود الصفحة، تقدر تقول مثلا انا اريد اختار مثلا اختار هذا واقدر اعطيه موافق، او مثلا ايضا اقدر ازغر الخط او السمك الخط او ما شابه ذلك من هذا، من هذه النقطة اقدر ازغر الخط وما شابه ذلك، او مثلا انا اريد اختار غير هذه الخطوط، مثلا انا اختار مثلا اختار هذه وأقل أيضا أعطي موافق أيضا أنا مدرجة. فكل بساطة تقدر تغير هذا الاتجاه حدود الصفحة بالوورد، وكما ذكرنا هذه تفيد كل من واختصاصه وتوجهه العلمي. أتمنى لكم الاستفادة من هذه المحاضرة، مع الشكر الجزيل لكم.